بالمناسبة الإسماعيلي، الإسماعيلي النهاردة بجملة الأزمات، الإسماعيلي اللي كان كسبان مباراتين على التوالي في الدوري وها بدأ يتنفس، ها بدأ يفوق، خد ضربة صعبة جدا النهاردة للأسف. يعني للأسف النهاردة الإسماعيلي تم إيقافه عن القيد بسبب عدم تنفيذ الحكم الصادر لصالح لاعبه السابق التونسي لسعد الجزيري. الحكاية إيه؟ الحكاية إن المحكمة الرياضية أرسلت خطاب في الساعات اللي فاتت لاتحاد الكورة بتقول إن الإسماعيلي تم إيقاف قيده بسبب سعد الجزيري. الحكاية إيه بقى؟ إنه الإسماعيلي كان المفروض يسدد 450 ألف دولار لسعد الجزيري وده ما حصلش. اشتكى وحصل مشكلة والإسماعيلي ما خدش أكشن فخلاص. نص الحكم كان كالتالي: الدائن اللي هو اللاعب أبلغنا في مراسلاته أن المدعى عليه نادي الإسماعيلي لم يمتثل لالتزاماته المالية وفقا لقرار الفيفا، وفي هذا الصدد نود إبلاغ الأطراف أنه تم حظر النادي من تسجيل لاعبين جدد دوليا ويتم تنفيذ هذا القرار من قبل الفيفا مع بداية فترة التسجيل المقبلة. كلام بقى على أنها هتبقى فترة واحدة، فترتين، ثلاث فترات، الله أعلم. تعالوا نسأل محمد الركباني، أستاذ محمد الركباني محامي التونسي لسعد الجزيري. يا فندم صباح الخير، مشرف ومنور. أهلا وسهلا، مرحبا بيك ومرحبا بكافة مشاهدي البرنامج وكافة أخوتنا في مصر الحبيبة. طيب أستأذنك نفهم إيه اللي حصل، إيه اللي وصل الأمر إنه الإسماعيلي يتم إيقاف قيده؟ هو طبعا الملف هذا راهو مش ملف جديد، يعني الملف هذا يتعود احداثه تقريبا الى 2019، يعني لما كان اللاعب لسعد الجزيري منتمي لنادي الاسماعيلي. اللاعب كان قضى فتره ممتازه مع النادي وكان يعني من ابرز اللاعبين يعني في الفريق. للاسف في فتره معينه لما كان في مدرب جديد التحق بنادي الاسماعيلي وتم وضع اللاعب هذا على قائمة الانتظار، وبالمناسبة هذه قائمة الانتظار اللي كان يعني سن قانونها الاتحاد المصري هي يعني قائمة مخالفة لأنظمة الفيفا، لأنه الفيفا ما تسمح أنك تضع لاعبين على قائمة الانتظار. والشيء هذا حصل، يعني تم وضع اللاعب لسعد الجزيري على قائمة الانتظار، وبالتالي يعني اللاعب رفض انه يكون موجود في القائمة هذه، وبالتالي احنا قمنا بالإجراءات القانونية مع النادي الإسماعيلي. اخترناهم في عدة مرات انه مش معقول انه اللاعب محترف يعني يكون موجود على قائمة الانتظار، وانه اللاعب لابد انه يكون موجود في القائمة الأساسية والرسمية للنادي ويشارك في المباريات، وهذا طبيعي يعني لانه اللاعب كرة القدم محترف مهنته انه يلعب المباريات عشان يعني يطور مستواه، وعشان هذا لانه مفهوم. هذا شغله في الاخير مفهوم. لما تضع على قائمه الانتظار فانك يعني تحد من امكانياته، وهذا يعني مرفوض من الفيفا. للاسف النادي الاسماعيلي ما التزم باعاده اللاعب للقائمه الاساسيه، لانه كان في الفتره هذه اللاعب النادي الاسماعيلي كان انت دب لاعبين اجانب اخرين مكان اللاعب لسعد الجزيري. فقمنا بفسخ عقد اللاعب وتم رفع دعوى امام غرفه فض المنازعات الاتحاد الدولي اللي كان طبيعي انها باش تحكم لفائده اللاعب. صدر القرار لفائده اللاعب. النادي الاسماعيلي بعد ما صدر القرار الابتدائي ذهب الى محكمه التحكيم الرياضي في لوزان، طعن في القرار وقدم تمييز وكذا، بس المحكمة التحكيم الرياضي كانت أيدت القرار هذا. حتى بعد صدور القرار الثاني للأسف النادي الإسماعيلي ما التزم بدفع المبلغ المالي. تعدت المهلة اللي هي 45 يوم من تاريخ القرار، واليوم صدر القرار بمنع النادي من التسجيل إلى حين الوفاء بالمبلغ المالي. طبعا فترة المنع هي ثلاثة فترات، لكن بمجرد أنه النادي سدد المبلغ اللي محكوم للاعب فإنه مباشرة يسترجع القيد. يعني إيقاف ما هو إيقاف نهائي، هو إيقاف تحفظي إلى حين النادي يلتزم ب لحظة، أنا عايز أفهم دي بعد إذنك. يعني لو الإسماعيلي الآن سدد لسعد الجزيري خلاص يعني مش هيبقى فيه إيقاف جيد، مش هيبقى فيه الموضوع ينتهي مباشرة، ولا 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 الفترة واحدة.
ولا الفترة واحدة، الموضوع ينتهي مباشرة. هذا نظام جديد في الفيفا تم وضعه تقريبا منذ سنتين. دي نقطة مهمة جدا. تضمن الفيفا تنفيذ القرارات الصادرة عنها، فإنه النادي لما يصدر ضده قرار بالأداء المبلغ المالي مباشرة 45 يوم من تاريخ صدور القرار هذا وأن يصبح قرار نهائي، النادي إذا ما يسدد المبلغ مباشرة يتم منعه من التجديد إلى حين السداد. طيب السؤال بقى هنا، هل الحكم ده نهائي ولا يمكن للإسماعيلي استئناف عليه؟ طبعا لا طبعا، لأنه الحكم نهائي، لانه نادي الاسماعيلي كان استوفى جميع طرق الطعن. نادي الاسماعيلي كان توجه الى محكمه تحكيم الرياضي في لوزان وطعن في القرار الابتدائي للاعب بالاستئناف، بس ما كسب في الاستئناف، وبالتالي اليوم القرار اصبح نهائي وواجب النفاذ. يعني اليوم نادي الاسماعيلي ما يمكن يسجل اي لاعب الا بعد اقفال ملف اللاعب لصالح الجديد. اوكي استاذ محمد رجباني محامي التونسي الاسعد الجزيري، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله والتوضيحات. نقطه مهمه، عشان النقطة دي ما كنتش فاهمها من أول اليوم بالمناسبة، هل الإسماعيلي لو سدد الرقم أو الرقم المستحق ده لسعد الجزيري هيقدر يأيد ولا لأ؟ أنا تصورت إنه الحكم كده كده الزمالك أو الإسماعيلي عفوا تم إيقاف قيده خلاص والأمور انتهت، بس دلوقتي محامي لسعد الجزيري قال إن الإسماعيلي لو سدد مش هيبقى فيه إيقاف قيد إطلاقا. بسرعة بقى، بسرعة إن شاء الله الإسماعيلي يقدر يلم أموره قبل 45 يوم. طيب.